السلام عليكم ورحمه الله اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم اليوم معايا. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم كونفيتور. ها هو كونفيتور تاع الحمضيات بالبرتقال والليمون بطريقه اقتصاديه، وهذه هي الكميه تاعه، بحبه ليمون وحبه برتقال. تحصلوا على هذه الكميه وعلى هذه الفوائد الغنيه جدا. نشوفوا طريقه التحضير والمقادير مع بعض باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نديرو مربى الحمضيات. غادي عندنا حبه تاع برتقال وحبه تاع ليمون، كما راكم تشوفوا فيهم هنايا متوسطين الحجم. غادي نديرو بهم مربى. غادي نقدروا الحبه تاع التشينه تاعنا ولا البرتقال، تغسلوها غايه من هذوك النقط الكحله هذيك لانها ضاره، خصكم تقلعوها كاع. غادي نقدروا الحبه تاع البرتقال بهذا الشكل، نقسموها نديروها فلوقة ولا نديروها قوارب بهذا الشكل. طريقة سهلة بسيطة وتجيب لكم كمية لاباس بها من الكونفيتور ولا المربى. ها هي تشينا صايب السمتها. غادي نطيبو هاد الكونفيتور في طنجرة الضغط، نحطو هنايا فلوقة تاع تشينا، نزيدو نقسمو بنفس الطريقة الليمون تاعنا. ها هو الليم، غادي نقسمه بنفس الطريقة. حاولو تخلصو من العلف، قلعنا العلف تاع الليمونة. ثاني هي درناها قوارب ولا فلوقة. هذا المربى غني جدا بالفيتامين سي، مليح بزاف في المشتى في فصل الشتاء. كيكون الموسم تاع هذا النوع من الفواكه او اي نوع من الفواكه، نحاولوا نديروها كونفيتور ونديروها بعدة اشكال. اعزائي، هنا بعد ما حطيت حبه البرتقال مع حبه تاع الليمون، غادي نجيب هنايا 6 ملاعق كبيره تاع سكر. 6 ملاعق كبيره سكر، ها هي هنايا نخلطو هايا هذا السكر مع الليم وتشينا. نجيبو نحطو الماء الكوب الاول، الكوب الثاني، الكوب الثالث، اربع اكواب ماء. بهذا الشكل غادي الان نخليها طيب مده 15 دقيقه. نبلع عليها هنا الكوكوط تاعي وندير لها السيفلي. اعزائي، الكوكوط تاعي بعد ما فاتت عليها 20 دقيقه غادي نحلها. اعزائي، كما راكم تشوفوا هنايا، ها هو النتيجه تاعها. هنا طلعت لي بعض البذور ولا العلف، كي تشوفوا كاش على الفاوله قلعوها. غادي دروك نطحنه بالميكسر، نطحنوه ميكسوه بسم الله. اعزائي، بعد ما طحنته ها هو القوام تاعه. غادي نعاود نرده فوق النار، نعاود نرده فوق النار حتى يعقد لي ويولي لي على شكل كونفيتور. احبائي، كما راكم تشوفوا هنايا، هذاك الماء كاع اللي كان زياده يتبخر لنا بعد ما خليته يغلي فوق النار حوالي 45 دقيقه، ها هي النتيجه تاعها. دروك راه عاد كنا حامي، كما راكم تشوفوا راه عاد حامي. غادي نخليه يبرد تماما هنايا في الكيكوطه تاعي، خليه حتى يبرد تماما ومن بعد نديرها في بقاله تاع سداج ولا علبه زجاجيه، ومن بعد ان شاء الله نوريها لكم كي يبرد ان شاء الله كيفاش شحال الكميه تاعه وكيفاش يكون معنا ان شاء الله باذن الله. اعزائي، المربى تاعنا ها هو وجد معنا بعد ما خليته برد غايه. ها هو، ها هي الكميه اللي عطاتها لنا، الحبه تاع التشينه والحبه تاع الليم، كميه وفيره جدا. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها وتردوا لي التعليق تاعكم كما عودتوني دائما. ونتمنى من الزوار الجدد يشتركوا في القناه اذا عجبهم الفيديو تاع اليوم ويشوفوا الوصفات الاخرى. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفات مقبله باذن الله.